عادة بهالستوديو معودين نستضيف ضيوف بمواضيع سياسية اقتصادية دولار أسعار أمن قضاء كل هالكوارث، بس اليوم بعيدا عن كل هاي المصايب بدي استضيف ماريتا الحلاني. مساء الخير ماريتا، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير لك ولكل يلي عم بيحضرونا. اليوم بدنا ختام النشرة يكون انطلاقة مسلسل جديد انت بطلته على شاشة الجديد، بدنا نجرب نعطي شوي روح إيجابية للمشاهدين. قلت أنا أنه دايما معودين بنشرات الأخبار نحكي عن المصايب، اليوم رح نحكي عن الفن وعن الدراما. اليوم أنت بطلة هالعمل، بالسابق كان عندك تجربة صغيرة ب2020، صح؟ اليوم أنت بطلة لمسلسل جديد رح يبلش بعد شوي على قناة الجديد. شو الفرق بين التجربتين؟ هلأ هي كل تجربة لها لذتها. 2020 كانت أول تجربة لإلي وكانت ضيفة بالعمل، هالمرة بطولة فأكيد مسؤولية أكبر. كتير متحمسة، كتير ناطرة أشوف الناس إذا رح تحب مسلسل بالنسبة لإلي كتير حلو، فيه كتير ممثلين مشاركين معنا، في أحداث يعني قصص بتحكي الواقع، بتشبه مجتمعنا بتشبه الناس. على كل حال يعني بهالمسلسل في مجموعة كبيرة من الممثلين، في بيناتهم ممثلين مخضرمين، مزبوط. ممثلين لهم تاريخهم بالدراما، ويعني هل كان سهل التعامل معهم؟ هل تقبلوك كحدا من الجيل الجديد، كوجه جديد نسبيا يعني بين مزدوجين إذا ما نقول؟ أكيد أسماء كبيرة بالدراما اللبنانية والعربية، وأنا بالنسبة لإلي يعني بفتخر وشرف لإلي أن يكون عم بشتغل معهم، تعلمت منهم، ربحت عائلة جديدة لأن احنا صورنا فترة 10 أشهر مع بعض، يعني ساعات طويلة بالتصوير، فأكيد هيدا كان يعني كانت تجربة كتير حلوة وممتعة. بتصير يعني لما يخلصوا هال10 أشهر أو يخلص المسلسل بتصير يمكن بركي بتستفقدي للوجوه يلي عشتي معهم، كانك عايشة مع عائلتك يعني مع أهلك. بزعل نحن بعد ما خلصنا بعد في عنا جمعة الجيم نخلص، ويعني هيك قلبي عم بيوجعني صراحة. طيب اليوم شو توقعاتك لمسلسل حكايتي يلي بعد دقايق قليلة رح ينطلق بحلقته الأولى على شاشة الجديد، ولمين بتقولي شكرا لإعطائك هالفرصة يعني للبطولة؟ يعني هلأ أنا قلت لك يعني حاسة المسلسل رح يعمل شي حلو، قد ما هو واقعي وبيشبهنا وبيشبه الناس. وبالنسبة لمين بدي أشكر، أكيد الأستاذ مروان حداد منتج العمل، بشكره على هالفرصة الحلوة، وبشكر كاتبة العمل واللي عم بتمثل معنا دور أمي فيفيان أنطونيوس، كمان هي من الناس يلي شجعوني من فترة يعني بتشجعني اني فوت بمجال التمثيل. على كل حال يعني الشكر كمان بركي له علاقة، يعني ما فينا بلبنان نفصل الشخص عن تاريخه او عن عائلته، يعني دائما لما بيكون في اسم يعني اسم والدك عاصي الحلاني اكيد عطاك بوش قوي. يعني لو ما كنت بنت عاصي الحلاني كنت بتحسي هيك بسرعة وصلتي لهالمطارح أو للبطولة دغري؟ أو يعني تنكون واقعيين، يعني ما بعرف إيش بتحبي إنه تنربطي بهالموضوع أو بدك تعملي طريق منفصل كليا عن عائلتك؟ أكيد بالنهاية يعني مجبورة أعمل طريق منفصل، وأنا عم بشتغل لحالي، يعني إلي من أنا وصغيرة يعني فتت بمجال الفن، من أنا عمري 18 سنة، صار عمري 24 سنة ها أول مرة باخد بطولة، مع أنه من زمان بحب مثل، وبلشت مثل ما أنت تفضلت وقلت لي بمسلسل 2020 كان إلي دور صغير، ويعني أنا اشتغلت على حالي، ما بعرف الناس حبيت المنتج اتصل فيه وانا اكيد قبلت شارك بالعمل. اكيد بيي كثير ساعدني، من خبرته بتعلم كثير، من علاقاته، من اسمه اكيد ضوى الضوء على موهبته، بس بالنهايه انا ما بيقدر يقدم لي اكثر من هيك. يعني تستشيري اهلك مثلا، بتعملي بروفات قدام مين؟ بتعملي بروفات بيك امك؟ لا ولا ما بعمل ولا حدا. لا عم بقول لك قدام المرايه مثلا مستقله بشغله، يعني بشتغل لحالي، باخذ قراراتي لحالي، ما بيتدخل فيي، بحكي انا مثل باي باخذ رايه، هيك باخذ راي امي اخواتي، بس انه الحمد لله عنده الثقه فيي وتركني، انه بالنهايه انا عم بعمل شيء انا بحبه لانه انا بفرحني، فبعمل اللي انا بريحني. شو بتقول اليوم للجمهور يلي بده يبلش يتابع حكايتي بعد دقائق؟
هلا اكيد كثير سعيده اني عم طل على الجمهور من خلال الشاشه الجديد، وبقول لهم ان شاء الله يعني بتمنى يحبوا المسلسل، لانه انا والممثلين الزملاء يلي اشتغلنا سوا اللي بوجه لهم تحيه اكيد هلا عم بيحضرونا، اشتغلنا من قلبنا كلنا سوا مثل عائله وحده، ويعني ان شاء الله يكون هالمسلسل يعطي شويه امل، شويه هيك يفوت الفرحه على بيوت الناس. كان في بطلين قدامك جو ومحمد، صح؟ ايه، مع مين بالتمثيل ارتحتي اكثر؟ هلا ما بدي اكون موضوعيه انه كون انا عم اقول لك كون دبلوماسيه، بس ان كان جو او محمد كان الشغل معهم كثير ممتع كثير حلو، وانا ربحت اصدقاء لإلي. وهلا سيرينا وانور ورائد هاي بنتركها للناس خلال ما هن عم يحضروا المسلسل، هن يحكموا ويشوفوا كيف رح تكون العلاقه. ماريتا الحلاني، شكرا لحضورك اللطيف بنشرة أخبار مثقلة بالهموم. على فكرة بتتابع أنت الأخبار؟ يعني أنا تهتمي بأمور بيك، بيهتم بي كتير بالسياسة يعني بس أنا أكيد دايما بجرب كون هيك أنه كون مطلعة، كون عم بعرف شو عم بيصير. هذا الشيء لازم، يعني نحن عايشين هون بهالبلد، فبس بجرب كمان ما كتير خلي هالقصص تأثر، يعني القصص الأحداث والمشاكل اللي عم بتصير آخر فترة عم تأثر علينا سلبيا. الشباب اللي كلنا عنا أحلام، عنا طموح، عنا قصص بدنا نحققها، عم نحس حالنا يعني عم نفقد الأمل. فبحس بجرب أنه كل حدا، كل شاب وصبية يركزوا على القصص اللي هن بحبوها، يمضوا وقت يكونوا هن عم يستفيدوا بدل ما يتأثروا يعني بالقصص اللي عم بتصير كثير. شكرا لك ماريتا حلاني. انا وياك والمشاهدين خلينا نتابع حكايتي بالحلقه الاولى على الجديد. شكرا، اهلا وسهلا فيك.